أعزائي المشاهدين، مساء الخير عليكم جميعا في حلقة جديدة من برنامجكم بنكمل بعض. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. ويقول أيضا: إن لله عبادا اختصهم بقضاء حوائج الناس، حببهم إلى الخير وحبب الخير إليهم، أولئك الآمنون من عذاب الله يوم القيامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أعظم هذا الدين الذي جعل منفعة الإنسان في هذه المنزلة، وقدم حقوق العباد على حقوق رب العباد. أعزائي المشاهدين، ما زلنا مستمرين في حديثنا عن أهم الاستحقاقات الدستورية على الساحة المصرية في هذه الفترة، ألا وهو الانتخابات البرلمانية 2020. اسمحوا لي في البداية أرحب بضيوفي اللي منورين النهاردة في الاستوديو: الأستاذ صالح خليفة، مؤسس ورئيس النقابة المهنية للعاملين بشبكات الاتصالات والمرشح لعضوية مجلس النواب 2020 على قائمة تحالف المستقلين. أهلا بك صالح. أهلا وسهلا بحضرتك، وأهلا وسهلا بالسادة المشاهدين، وكل عام والشعب المصري بخير والأمة الإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف. اللهم أمين يا رب. والمهندس أحمد حسني، الأمين العام للنقابة المهنية للعاملين بشبكات الاتصالات. أهلا بك يا باشمهندس. أهلا وسهلا بحضرتك، وأهلا وسهلا بالسادة المشاهدين، وبشكركم على تسليط الضوء دايما على القضايا المهمة اللي بتتعلق بمجال العاملين في بشكل عام. منورين النهارده في الاستوديو. خليني أبدأ معك يا صالح، ما الذي دفعك للعمل السياسي والترشح للانتخابات البرلمانية 2020؟ الحقيقة ده كان بإلحاح شديد من مجلس الإدارة. نعم. طبعا مع المشاكل اللي كنا بنقابلها، مشاكل العمال، اكتشفنا ان احنا لازم يكون لنا دور سياسي، لان العمال في اشد الحاجة لمن يمثلهم في مجلس النواب. نعم. فطبعا كان لازم ان احنا نشارك، وكان طبعا بتشجيع الباشمهندس احمد ومهندس رسلان ومستشار احمد الفولي. نعم. ان احنا لازم يكون لنا دور في مجلس النواب، فاخذنا القرار من هنا، لان احنا لم نجد من يمثلنا في مجلس النواب. نعم. العامل المصري لازم يكون نوفر له على الاقل الامان الوظيفي. صحيح. يعني احنا في احتياج ان احنا نوفر الامان الوظيفي للعمال. نعم. فطبعا انا شايف ان احنا ما حدش بيمثلنا، احنا كعمال ما حدش بيمثلنا، فليه لا ان احنا نشارك في مجلس النواب ونحاول نعدل بعض القوانين واللوائح. أنا شايف إن في انتهاكات في حقوق العمال، طبعاً إحنا بنحل مشاكل كتير جداً، ولكن اصطدمنا ببعض المشاكل إن إحنا محتاجين نغير القانون ونطور من أداء مكاتب العمل ونطور القوانين. نعم. طيب أستاذ صالح، لماذا وقع الاختيار على قائمة تحالف المستقلين؟ الحقيقة أنا لبيت الدعوة بتاع الدكتور هشام عناني. نعم. رئيس تحالف المستقلين، وانا بتشرف جدا للانضمام لهذا التحالف. الناس دي فعلا يعني قدمت دور وطني عظيم جدا، انها قدرت تجمع كل الائتلاف ده. نعم. ائتلاف حقيقي يمثل الشعب المصري تمثيل حقيقي فعلا. نعم. يعني احنا دايما بنقول احنا الشعب، ورافعين شعار لا للمال السياسي لا للاستحواذ، احنا من حقنا ان احنا نشارك ونخدم بلدنا. نعم. محتاجين ان احنا نطور، وتحالف المستقلين بمثابة تغيير دم للشارع السياسي، وأعطى ثقة كبيرة جدا للناس، ولقى اهتمام كبير من الشارع. نعم. وقبول. نعم. فطبعا ده كان شرف لي أن أنا أنضم وأكون واحد من قائمة تحالف المستقلين. نعم. خلينا أنتقل للمهندس أحمد حسني. باشمهندس، بصفتك الأمين العام للنقابة المهنية للعاملين بشبكات الاتصالات، ما الذي دفعك للعمل النقابي؟ والله في الحقيقه هو دافع، يعني دافع المسؤوليه، دافع. نعم. المسؤوليه تجاه المجال اللي احنا تربينا فيه، ان احنا اتعلمنا منه، واتجاه جميع العاملين الشاغلين في هذا المجال. نعم. ومن واقع خبرتي العمليه اللي ان انا بقالي فتره سنين طويله في هذا المجال، كان مما يجعلني فعلا اكيد، يعني فعلا حقيقه مدين لهذا المجال، مدين لهذا المجال ان اشتغل على ارتقاء جميع مستوياته في جميع تخصصاته. اكيد طبعا. فمن هنا، وخصوصا كمان ان مشاكل المجال وقطاع الاتصالات دايما مليئه بالمشاكل العماليه في المقام الاول، ومن هنا جه ان احنا لازم يبقى لينا نقابه، ولازم يبقى لينا هدف، لازم يبقى لينا رؤيه مستقبليه، عشان حتى المعيشه، انت شايف حضرتك المعيشه النهارده بقت عامله ازاي. نعم. الوضع بقى صعب جدا،
في حاجات كتير جدا لازم تتغير في قانون العمل الجديد، ومن هنا خدنا القرار ان احنا يبقى لينا دور نقابي. نعم استاذ صالح، اذا تحدثنا في صميم اختصاص حضرتك وهو مجال الاتصالات، ما الذي يتمناه الاستاذ صالح خليفه لهذا المجال ولا يستطيع تحقيقه الا بالتواجد تحت قبه البرلمان؟ بص اقول لحضرتك على حاجه، احنا بناء على العمل النقابي نعم. احنا كسبنا معركه كبيره جدا وهي معركه الوعي والتثقيف. نعم. العامل عامل مثقف واعي بحقوقه وايه اللي واجباته والتزاماته. نعم. ولكن طبعا مجلس النواب لا شك انه ليه صلاحيات مهمه جدا، اكيد طبعا. هل انا هقدر اوظف الصلاحيات دي لخدمه الناس وخدمه العمال زي ما احنا بنتمنى؟ فاعتقد ان لازم نحقق الامان الوظيفي، ده انا بتكلم على صالح خليفه. نعم. اتمنى ان انا احقق الامان الوظيفي والمعادله الصعبه بتحقيق التوازن بين اصحاب العمال اصحاب الاعمال والعمال. نعم. بحيث ان العمال بتشارك في معركة التنمية، انت عندك معركة كبيرة جدا في اكيد في طبعا. نعم. معركة التنمية، فلازم العامل يكون واخد حقوقه كويس جدا. يعني رئيس عبد الفتاح السيسي في احد لقاءاته قال انا الجندي اللي هكسره واكسر نفسه عمره ما هيكون مقاتل. نعم. يعني نعم. وده كلام مهم جدا. فالعامل نفس الكلام، العامل اللي هكهره وهظلمه عمره ما هيكون ما ينتج ويديني، لازم صحيح. تمام، خلينا ننتقل للمهندس احمد والقي الضوء معاه على مراحل تاسيس النقابه، وبالتاكيد كانت هناك صعوبات كتير جدا في الطريق الى ما قبل مرحله صحيح. التاسيس. صحيح. طيب يعني خلينا اقول لك الاول، بس هي الصعوبات ما كانتش في الاجراءات تقديم ورقيات ولا خطابات ولا مستندات ولا الكلام دوت، الحاجات الروتينيه ما كانش في صعوبه خالص. نعم. في الكلام والورقيات الروتيني. نعم. لكن احنا كان الصعوبه الحقيقيه كانت في الموافقه من عدمه ان انت تنشئ نقابه. نعم. هي دي كانت الصعوبه. انا عايز اقول لحضرتك ان الفكره كانت من عند استاذ صالح. نعم. في 2015 ما ظهرتش للنور الا في يناير 2019. نعم. قعدنا حوالي اربع خمس سنين او اربع سنين تقريبا، اربع سنين ماشيين بنشوف احنا ازاي الاجراء دوت يتم قانونيا وشرعيتها، وهم الجهات اللي كانت معنيه كانت الجهات كانت وزاره القوى العامله وكان الاتحاد عمال مصر. نعم. وكان النقابه العامه لشبكات الاتصالات ان احنا بنعمل تحت مظلتها، فالوضع كان مش سهل في حته الموافقه، لكن الورقيات دي كلها كان امرها سهل، خلصت تقريبا في حوالي 3 اسابيع فما كانش فيها مشكله خالص، لكن المشكله الحقيقه كانت في الموافقه من عدمها. نعم. باشمهندس كلام حضرتك بياخدني الى سؤال اخر، وهو طبيعه المشكلات التي يعاني منها العاملين في مجال الاتصالات وكيف واجهت النقابه هذه المشكلات. وخلينا نتكلم على سبيل المثال الحصر، ممكن نتكلم في مشكله الفصل التعسفي اللي بيعاني منها عدد كبير جدا من العاملين في هذا المجال. طيب انا طبعا في فصل تعسفي دوت فعلا يعني حالات كتير جدا بنشوفها في حالات. نعم. كتير جدا بنشاهدها في الموضوع دوت، وفي حالات اخطر انا في توقعي يعني او في تصوري ان احنا عندنا تاخير الرواتب مثلا، دي احنا عندنا شركات اوقات. نعم. كتير جدا بيقبضوا كل شهرين مره شهر، يعني دي مشكله معيشيه اصلا. الراجل الفني ولا المهندس مش هيقدر يتعايش في الحياه بدون الراتب يعني. نعم. في بال حضرتك. نعم. فالوضع اصلا كان صعب يعني. احنا طبعا فصل التعسفي هنتكلم فيه وهقول لك احنا كنقابه عملنا ايه، لكن انا بقول لك من ضمن المشاكل اللي كانت بتقابلنا تاخير الرواتب، عندنا عدم الالتزام بصرف العلاوات السنويه، عدم فهم العامل لحقوقه وواجباته، ودي كانت برضو مشكله. العامل المصري دايما لما بينزل شغل او بيدخل في مجال عمل دايما الثقافة بتاعتنا ان احنا نعملها ازاي نشتغل ازاي، لكن ثقافتنا حقوقنا واجباتنا ايه ديت اعتقد مش مبقاش في وقت كتير ان احنا نقدر نقف عندها. لكن فصل التعسفي احنا خدنا اجراء، احنا شكلنا لجنة برئاسة المستشار احمد الفولي. نعم. واللجنة ديت اي عضو عندنا بيتقدم لشكوى على طول بتترفع الشكوى بخط اليد العضو. نعم. و بتترفع للاستاذ احمد الفولي المستشار القانوني للنقابه، وعلى الفور بنتجه وبنبعت خطابات للشركه ديت. نعم. او اي شركه فيها مشكله بيجي لنا حاجه من الاثنين، لا طيب. الشركه بتستجاب او الشركه ما بتستجابش. طيب دلوقتي احنا معانا مداخله طيب للاستاذ سيد محروس عضو الهيئه العليا لتحالف المستقلين. استاذ سيد مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم على حضرتك وعلى كل الساده المشاهدين. مساء النور يا فندم.
منور النهارده في الاستوديو الاستاذ صالح خليفه مرشح لعضويه مجلس النواب على قائمه تحالف المستقلين. مساء الخير عليك صالح، ونتمنى لكم طبعا الخير. انت ممثل جيد جدا للعمال، واعلم مدى حبك لهذا الوطن ومدى ارهاقك الفتره اللي فاتت ديت. وطبعا عايزين يعني نتكلم مبسطه كده، يعني ان كل شبابنا ومرشحينا من العمال ومن ذوي الاحتياجات والمراه والمسيحيين عاملين في الخارج تم اختيارهم بعنايه شديده جدا. اكيد طبعا، علشان يكونوا يعني نواب حقيقيين داخل البرلمان يمثلوا الشعب نعم. المصري. نعم استاذ سيد، كلمنا اكتر عن قائمه تحالف المستقلين. قائمه تحالف المستقلين تم انشائها بفكره بسيطه منذ اكثر يعني ما تعدتش الشهرين بالظبط. نعم. وكانت هي فكره يعني الهدف منها الاساسي ان يكون لدينا ناس تنتمي للشعب المصري لبرلمان مصر. نعم. يعني من المواطن المصري هو مرشح لبرلمان مصر. نعم نعم نعم. أستاذ سيد محروس، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، عضو الهيئة العليا لتحالف المستقلين، شكرا جزيلا لك. طبعا أنا بشكر الدكتور سيد على مجهوده العظيم في مرحلة تقديم الأوراق وجمع الملفات. فعلا الهيئة العليا لتحالف المستقلين قدمت مثال عظيم جدا. نعم. وشاركت في العمل السياسي يعني تقريبا بمثابة تغيير دم ودم جديد. أكيد طبعا، وده أكيد واضح للجميع. فأنا بتشرف لانضمامي ليهم، وده من أكبر الدوافع اللي خلتني أشارك في العملية الانتخابية إن أنا هنضم لتحالف المستقلين. طيب أستاذ صالح، بيراودني سؤال لا أمل تكراره دايما، ودايما حابب أسمع ردود هذا السؤال من كل ضيوفي المرشحين لعضوية مجلس النواب، ألا وهو ظاهرة شراء أصوات الناخبين والمال السياسي. وجهة نظر صالح خليفة في هذا الموضوع. المال السياسي موجود من زمان. نعم. يعني مش من دلوقتي بس، موجود من زمان. ممكن يكون المال السياسي ظاهرة بقت واضحة جدا، ولكن أنا بدعو الشعب المصري بشباب والمرأة. نعم. وكل الشعب بكل طوائفه لازم يشارك في العملية الانتخابية. لو أنا هحارب المال السياسي أنا هشتري صوت، أنا هحاربه بعشر أصوات. أكيد فهي طبعا. نعم. أنا شايف هي معركة وعي، لازم الشعب المصري يشارك، انزل وشارك، قول لأ. أنا مش بقولك اختار تحالف المستقلين، اختار أي مرشح تاني، اقرأ السيفيهات، اعرف المرشح ده إيه، عمل إيه، هيعمل إيه. نعم. إيه مؤهلاته. مش لازم طبعا أن المرشح كل مؤهلاته أن هو عنده فلوس. نعم. ده طبعا ده بلدنا يا جماعة. نعم. دي مصر. نعم. يعني طبعا أنا المال السياسي لازم نحاربه، انزل شارك، انزل شارك، قول لا، قول اه بس انزل شارك. طيب معانا دلوقتي مداخله للمهندس هيثم عبادي. مش مهندس، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ محمد. اخبار سيادتك ايه يا فندم؟ الحمد لله والله. معايا النهارده استاذ صالح خليفه، رئيس النقابه المهنيه للعاملين بشبكات الاتصالات، والامين العام للنقابه المهنيه المهندس احمد حسن. أنا سعيد بحضرتك. كلمنا فندم أكتر عن دور النقابة المهنية في الفترة اللي فاتت والخدمات اللي قدمتها النقابة لأعضائها في الفترة السابقة. والله كده في الناحية المشاهدين، وأتكلم في عمالة عن دور النقابة باختصار شديد في الفترة اللي فاتت والفترة الحالية اللي فاتت. إحنا أسسنا النقابة وطبعا دور بصفة عامة دلوقتي بصفة خاصة مجال الاتصالات. نعم. كنا عايزين نقوم بتاخد دور في الدوله بصفه عامه وفي المجالات المختلفه في الاتصال مع العمال في المجال. احنا باشمهندس الصوت مش واضح. الو؟ ايوه يا فندم، حضرتك سامعني؟ تمام يا فندم، اتفضل يا فندم. احنا اسسنا النقابه ديت من دافع ومن منطلق ان احنا نقوم بالدور الحقيقي النقابي. نعم. في العمال والحفاظ على حقوق العمال في الدوله وخاصه في القطاع الخاص، وايضا لتنميه مهارات العمال وتوعيتهم وتطوير مهاراتهم في مجال تكنولوجيا الاتصالات اللي بيتطور بشكل كبير جدا. نعم. في اوقات قصيره جدا. نعم. ده من خلال ان احنا بنعمل نوع من التكاتف والمسانده الكبيره اللي بتقوم بها النقابه مع العمال في شركاتهم. نعم. وفي نفس الوقت بنبقى
سبورت او سند للعامل، وفي نفس الوقت بنعمل توازن ما بين العامل وما بين الشركات اللي بنشتغل فيها. دي نعم. حاجه. طيب الحاجه الثانيه، احنا لينا دور تقني شويه بناء على ان القائمين على اداره النقابه في مجلس ادارتها نعم. مجموعه من المتخصصين والكفاءات وذو الخبرات الكبيره في مجال الاتصالات، فاحنا بنقوم بدورنا التدريب وتوعيه وتدريب الفنيين على مجال الاتصالات وعلى التطور اللي بتشاهده. طيب باشمهندس هيثم، عرفنا ان حضرتك بتحضر لمبادرة او في مبادرة بالاشتراك او بالتعاون مع النقابة المهنية للعاملين بشبكات الاتصالات، كلمنا اكتر يا فندم عن المبادرة دي. بص يا فندم، احنا عملنا في الفترة الاخيرة ديت، او احنا بنعلن المبادرة دي من خلال برنامج حضرتك، ان احنا انا احد المتخصصين في مجال الاكوزيشن، وهو مجال اكتساب المواقع في مجال شبكات الاتصالات. نعم. وده يعتبر البيز او القسم الاساسي اللي بتبنى عليه التغطيه والشبكات بصفه عامه في مجال الاتصالات. نعم. فانا بدوري من خلال خبرتي ومن خلال بعض الخبيرين في هذا المجال، عملنا مبادره ان احنا ندرب الفنيين وندرب المبتدئين. نعم. في مجال اكتساب المواقع على هذا القسم، وعلى ما هي الوظائف الاساسيه او جوب ديسكريبشن، المهارات الوظيفيه في هذا القسم، نبتدي ندربه عليها ونبتدي نعمله توعيه. نعم. ونبتدي نعمله كويس تأهيل جدا ان هو يعمل في مجال الاتصالات، من خلاله هندرب وهنحدث الكفاءات الموجوده حاليا ونخلق كفاءات جديده نصدرها مش بس لمصر، لا وكمان دول العالم، لان زي ما حضرتك عارف. نعم. مصر دايما بتصدر الكفاءات الفنيه اللي اكيد طبعا في جميع انحاء العالم وخاصه في افريقيا والشرق الاوسط. نعم. ده حصل فعلا. طيب باشمهندس هيثم، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، كنت معايا على التليفون، وان شاء الله يكون بيننا لقاء باذن الله نتكلم اكتر عن هذه المبادره في الفتره المقبله. شكرا جزيلا لك. خلونا الباشمهندس هيثم عن نعم. المبادره ديت، وفي نفس الوقت ان شاء الله مبادره محترمه وتبقى ليها صدى محترم ان شاء الله في الفتره الجايه مع النقابه. وانا برضو بشكر باشمهندس هيثم، كان ليه دور كبير جدا في تاسيس النقابه. نعم. وفعلا بذل مجهود كبير. نعم. طيب خليني ارجع ل عايز اكمل لك النقطه. الفصل التعسفي. نعم. احنا الاجراء اللي احنا بناخده في الفصل التعسفي، احنا بنرسل جواب للشركه اللي فيها مشكله، بيترد علينا باستجابه او عدم الاستجابه. لو الاستجابه خلاص الموضوع كده في اطاره للحل، لو عدم الاستجابه بنمشي في المسار القانوني برئاسه المستشار احمد الفولي، وبنشتغل على هذه القضيه لغايه النهايه خالص. والحمد لله قضايا كتير من هذا النوع من الفصل التعسفي خدنا فيها قرارات مناسبه، وكان ليها صدى ممتاز، وشفنا معظم هذه المشكلات اتحلت الحمد لله. ولكن برضو انا عايز اضيف نقطه، ان القانون قانون العمل الحالي نعم. لا يحمي العامل المصري. نعم. واحنا في احتياج شديد لتغيير القانون. نعم. وتغيير اللوائح. وعلى فكره القانون الجديد مفروض خلاص على هو في مجلس النواب من 2017. نعم. انا بشبه قانون العمل الحالي، يعني احنا طبعا عارفين السلطه المطلقه تخرج أسوأ ما في النفس البشريه. نعم. وهو القانون العمل فعلا سلطه مطلقه لصاحب العمل. طبعا احنا عندنا شركات كتير جدا محترمه في المجال، بتراعي ربنا. صحيح. وعندها الانسانيه موجوده، ولكن مش كله، عندنا نسبه كبيره جدا. يعني انا بكلم حضرتك النهارده. نعم. انا عندي شركه بقى لها 4 شهور ما قبضتش الموظف. نعم. طب ده نعمل معاه ايه؟ وترجع لقانون العمل، مكتب العمل ما بينجز، هو قانون العمل الصراحه لا ينصف العامل المصري، عشان نبقى يعني نعم. وده من ضمن الدوافع في حسابه. ده من ضمن الدافع اللي خلانا نفكر. صحيح. ان احنا نشارك العمل في العمل السياسي. صحيح. ان احنا ندعم موقف العامل ويكون حد بيمثله. طيب. حق تمثيل حقيقي، يمثل العامل. نعم. انا تمثلني في مجلس النواب، مين يمثلني في مجلس النواب؟ نعم. استاذ صالح خليفه، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، نورتنا النهارده في الاستوديو. باشمهندس احمد حسني، شكرا جزيلا لك، نورتنا النهارده، وان شاء الله باذن الله الفتره المقبله يكون لنا لقاءات اخرى باذن الله. باذن الله. اعزائي المشاهدين، وبكده خلصت فقرتنا الاولى. بعد الفاصل انتظروني مع المهندس محمد فاروق حكم افندي، المرشح لعضويه مجلس النواب عن دائره مدينه نصر مصر الجديده. بعد الفاصل انتظرونا.